ولتسليط الضوء أكثر على تظاهرات الأحواز في عدد من المدن في الداخل والخارج، ينضم إلينا عبر الهاتف من كامبيرا رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز السيد ميثاق عبد الله. أهلا بك معنا سيد ميثاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وحيي المشاهدين الكرام، حياكم الله في الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك سيد ميثاق. يعني كما تعلم خرجت مظاهرة اليوم في العاصمة الأسترالية أمام السفارة الإيرانية. بداية، لو تضعنا في صورة هذه التظاهرة أسبابها وحيثياتها وأيضا الشعارات التي رفعت فيها. طبعا شارك العشرات من أبناء الجالية الأحوازية في أستراليا في مظاهرة حاشدة أمام مبنى سفارة النظام الإيراني في العاصمة الأسترالية كامبيرا، وشارك في هذه المظاهرة عدد كبير من أبناء الجالية الأحوازية الذين قطعوا آلاف الأميال من المدن الأسترالية للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية. ورفع المتظاهرون علم الأحواز وصور لعدد من شهداء الثورة الأحوازية والسجناء القابعين في سجون الاحتلال الإيراني، وكذلك ابتدأت المظاهرة بالاستماع النشيد الوطني، وكما رفعوا لافتات منددة للاحتلال الإيراني، وكذلك رددوا المتظاهرون هتافات نددوا من خلالها بسياسة التفريس الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال الإيراني من أجل طمس هوية الشعب العربي الأحوازي، وكذلك عبروا عن غضبهم واستنكارهم الشديد لهذه السياسات الشوفينية والعنصرية تجاه شعبنا الأعزل. كما ألقى عدد من الشعراء أشعارا حماسية في مثل الوطن وشهدائنا البررة الذين عبدوا الطريق لنا، وكذلك طالب المتظاهرون من خلال البيان الختامي المجتمع الدولي والمنظمات حقوق الإنسان والجامعة الدول العربية بالتدخل الفوري لنصرة الشعب العربي الأحوازي الذي يعاني من سياسات الاحتلال الفارسي منذ أكثر من 90 عاما. نعم، بالنسبة لي يعني استجابة الأحوازيين مع هذه المظاهرات، هل جرت الأمور كما هو مخطط له أم لا؟ نعم، بكل تأكيد جرت الأمور. طبعا هذه المظاهرة مظاهرة مبدئية في سبقت مظاهرة 20 نيسان الكبرى إن شاء الله، التي ستقام في يوم 20 أبريل نيسان في مدينة ملبورن الأسترالية في ذكرى الاحتلال الأحواز، ولكن كان هنالك بصراحة اليوم تجديد أمني من قبل الحكومة الأسترالية، ليس ككل عام ولا نعلم بخطايا المواضيع، وكذلك كانت لدينا الحرية التامة بالتعبير عن الشعارات الوطنية والاحتجاج مقابل سفارة الاحتلال الفارسي تحت حماية الشرطة الفيدرالية الأسترالية وبعض من أفراد جهاز المخابرات الأسترالي الإيديو. طيب سيد ميثاق، يعني في الداخل عمال الأحواز ينظمون أيضا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عدة أشهر، إلى ماذا تؤشر هذه التظاهرات أيضا، وهل لربما تصب في مصلحة التظاهرات السياسية برأيك؟ ما هذه سياسة عدم دفع رواتب المواطنين الأحوازيين ليست سياسة وليدة اليوم، بل هي سياسة انتهجتها دولة الاحتلال الفارسي متعمدة منذ عام 2010 وامتدت حتى هذا اليوم. طبعا وهذا كذلك يدل على انهيار حكومة الملالي، وكذلك عدم استطاعتهم دفع رواتب الموظفين، وكذلك طردت الكثير من الموظفين الأحوازيين واستبدلتهم وأحللت مكانهم المستوطنين الفورس، وهذه هي سياسة من سياسات التغيير الديمقراطي والتهجير القسري التي تمارسها دولة الاحتلال الفارسي بحق الأحوازيين. شكرا جزيلا لك رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ميثاق عبد الله، كنت ضيفا عبر الهاتف من كامبيرا.